ما ينفعش ابتدي البرنامج واحنا يعني متابعين وشايفين اللي بيحصل الا واعلق واعقب على زيارة المدرب والمدير الفني الاعظم في كرة القدم العالمية في الوقت الراهن وقضائه لعطلته السنوية بجزء منها في مصر اسبوع بالكامل يقضيه بيب جوارديولا في مصر. وصل اول امس والنهارده كان موجود اهو زي ما حضراتكم شايفين في الاهرامات في احد الفنادق المعروفه جدا جدا والمشهوره هو واسرته بالكامل. والحقيقه ان هذه الزياره اسعدت كل المصريين وليها انطباعات طبعا وابعاد كتير احنا دايما فاهمينها ومدركينها وبنتكلم فيها. دايما اختيار مصر من قبل مشاهير العالم يحظى باهتمام الكل ومتابعة الكل. بيب جوارديولا واحد من أعظم المدربين اللي في الوقت الراهن سيطرة دوري أبطال أوروبا ودوري إنجليزي وكل حاجة في الدنيا. دايما بيبقى احنا عندنا خد بالك الحتة بتاعت ايه يعني لأ انتوا مش صحيين ومش واخدين بالكوا شغلكوا فوقوا اعملوا فلان الفلاني جه ومحدش حس بيه فلان الفلاني جه وما هو عموما فلان الفلاني ده لما جه اما يكون حجم شهرته ونجوميته هو جه عشان عارف الدولة دي وعراقتها واصلها خلاص. فاحنا ده رقم واحد. رقم اتنين هي اي صورة هو هينزلها في اي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي هي بمثابة الاعلان الرسمي عن هذه الزيارة. فدي جزئية. النهاردة الناس كالعادة انا بحب قوي ان احنا نمشي صح بس في نفس الوقت ما بحبش جلد الذات اللي هو تعالى نقوم ماسكين مطاوي ونعور نفسينا ونقوم كرابيج ويلا نجلد بعض. النهارده الناس مش هي ايه النهارده بيب جوارديولا موجود ومحدش حس بحاجه النهارده ما اعرفش كذا 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 كذا. مفيش مثلا اعتبارات ليها علاقه بان واحد مثلا مش عايز حد يعرف ان هو هنا عشان يستمتع بالاجازه. فعايز بعد ما يمشي يقول انا كنت في المكان الفلاني واتبسطت وكذا 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 ويتكلم كلام عظيم وكلام حلو وبتاع واطار السريه دي او السريه دي اسبابها ان هو عايز يستمتع. فهم مصلحته ان هو يستمتع او مصلحتنا ان هو يستمتع. ماشي كده؟ يعني مصلحة الكل ان هو يستمتع واحنا نتبسط وهو يتبسط بان هو جه ومحدش يعني محدش كسر الخصوصية بتاعته واتبسط. فواحدة من ضمن الحاجات دي كانت زيارة بيب جوارديولا، الناس قعدت تجلد. فوزارة السياحة راحت مطلعة البيان ده مشكورة جدا جدا، بيان يليق برضو معرفة ودراية الناس فاهمة كويس وعارفة شغلها وعارفة مين اللي جاي وعارفة كذا وعارفة الترتيبات. والراجل كان حريص بشكل أو بآخر أنه ما حدش يعرف بس أما وأنه خلاص كده. فراح وزارة السياحة والآثار حاجة محترمة جدا جدا، برافو عليهم. راحوا منزلين بيان صحفي وحكى لك فيه كل حاجة. قال لك المدرب الأسباني بيب جوارديولا هو أسرته في زيارة خاصة لمصر لقضاء جزء من عطلته الصيفية. مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بمطار القاهرة الدولي استقبلهم بالورود والتذاكر. يعني ما جاش الراجل ايه محدش عارف ان هو جاي، في تنسيقات وفي شغل حصل على اعلى مستوى. بيب جوارديولا كان موجود في زيارة لمنطقة اهرامات الجيزة والهيئة بتنظم له الهيئة. فده اهتمام دولة، ده اهتمام مؤسسي، عشان بس حضرتك تبقى عارف برضو الجزئية اللي لو هتلوم يا اما تلوم صح يا اما ما تتكلمش طالما ما عندكش المعلومه. فقال لك والهيئه تنظم له مأدوبه غداء باحد الفنادق المطله على اهرامات الجيزه، يزور مصر حاليا كذا 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 كذا، وفي زياره لمده اسبوع اشار السيد فلان عمرو القاضي الرئيس التنفيذي والامور اللي انت بالك منها. فدي بس جزئيه من الجزئيات اللي انا كنت حابب نبتدي مع حضراتكم بيها، ولازم تعرفوا ان مصر قبله سياحيه مهمه جدا جدا. ومش المهم برضو للمره المليون مش المهم ان احنا نقعد نهاتي الحق اكتب اعمل، مش هو ده المهم. هو مجرد الزياره دي خلاص حصلت. اهدى يعني اهدى، بلاش الانفعالات الزائده عن اللزوم. مجرد ان هو اختار ان هو يبقى موجود هنا تاكد انه خلاص الموضوع احنا مش هنقعد نتكلم بعض هنا، احنا كلنا عارفين مصر وقيمه مصر. احنا عايزين العالم بره هو اللي يبقى عارف ان السياحه عندنا كويسه. فهو اللي هيعمل كده باللي هو هيعمله، مش ان احنا نقعد نتكلم بعض هنا ما عملناش حاجه يعني. فلازم لازم نبقى عندنا القدر ده من السابق، خاصه ان الزياره دي هي بارادته الشخصيه. يعني مفيش دعم بشكل او باخر او مفيش حاله انت فيها بتدعو المشاهير فبتدفع لهم المليارات او الملايين عشان يجوا يزوروك
فيعملوا ريفيوهات ويتكلموا عنك وينزلوا صور ويعمل. لا، انت مش هنا، انت في مرحله، ان انت مش في مرحله، انت طول عمرك الناس بتجيلك وتتبسط باللي موجود عندك وتسافر تتكلم عنك. هي دي الجزئيه. اهم بقى حاجه عندي في القصه ديت، مش احنا نقعد نلوم بعض ونعور في بعض ونخبط في بعض، واعلامنا فين والوزاره فين وده فين. اهم حاجه انه خلال الاسبوع ده يلقى المعامله اللطيفه اللي بيها يتكلم عننا كويس. انا ده اللي فارق معايا، انه ما يبقاش فيه نوع من انواع المضايقه وهو ماشي وهو رايح وهو جاي في البيع في الشراء في اي حاجه من الحاجات دي. يحس بالود ويحس بالكرم ويحس بالطيبه ويتكلم كلام كويس لما يخرج. هي دي البيعه الصح اصلا، هي دي البيعه، بيعه الشعب، مش بيعه بس ان هو جاي يتفرج على الاثار. انا عايز لما يجي يتكلم يقول الشعب المصري كذا 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 كذا. هي دي المحفزه. كده كده الاثار الناس عارفه قيمتها كتير جدا جدا بعظمتها، بس المحفز هنا، المحفز انه يتكلم عن الناس والمعامله والود، هو ده اللي احنا هنبقى حريصين عليه. فاخواننا اللي هيقابلوه في اي حته حطوا الحته دي في اعتباراتكم نرجوكم. ماشي كده، دي الجزئيه كنت بس حابب ولازم ان انا ابتدي مع حضراتكم بيها.